والمدار. وهذا أول ظلامة وقعت على أهل بيت العصمة والطهارة. وإلا وين واحد يصدق امرأة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وبعد كل تلك التوصيات جرى الذي جرى عليها. النبي يوصي بها ويبين مقامها ويشيد بمنزلتها، وإذا بالقوم يأتون يهجمون الدار، حرق للباب، ضرب لفاطمة، لطم لفاطمة، إسقاط جنين الزهراء. بس رب العالمين يريد يبين لنا في يوم القيامة ترى هذول منزلتهم تختلف عن كل الناس. أول من يدخل الجنة رسول الله، ثم فاطمة، ثم عليا، ثم حسنا حسينا، وأول من ينتقم المولى لهم في يوم القيامة هم أهل البيت. وإحنا لازلنا نعيش صدى هذه الذكرى الأليمة، ما جرى على الزهراء وعلى أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله. تأتي في يوم القيامة يقول الراوي على ناقة من نوق الجنة، يقودها جبرائيل، يسوقها ميكائيل، 70,000 ملك عن يمينها، و70,000 ملك عن شمالها، 70,000 ملك أمامها خلفها، يقودونها إلى الجنة. ويأتي النداء: يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، تأطئوا رؤوسكم، لتجوز فاطمة بنت محمد على الصراط. وتصل فاطمة بهذه العظمة، بهذه الهيبة، تقف على باب الجنة. قريبة الرواية، تقف على باب الجنة ويأتيها النداء من بطنان العرش: أمتي أو حبيبتي وابنة حبيبي، هذه أبواب الجنة، فادخلي من أي الأبواب شئتي. فتقول: إلهي أريد أن أعرف. ترى ما حد عرف قدر الزهراء في الدنيا، أريدك تبين قدري اليوم، كيف تريدين أن تعرفي سيدتي؟ يقول الإمام الباقر: فيأذن لها المولى أن تشفع، تذهب إلى مسرح الشفاعة، فتشفع لشيعتها، لمحبيها، تلتقط شيعتها في الخبر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي. بعد هالمنزلة، بعد هالمقام، بعد شو تريد الزهراء؟ تعرض ظلامتها. أي الظلامة تبدأ؟ بظلامة رسول الله؟ لا. بظلامة أمير المؤمنين؟ لا. بظلامة الحسين؟ لا. بظلامة أهل بيتها؟ لا. إلا الحسين يقولون ظلامة الطف، يعني ترفع طفل رضيع. هذا الطفل إلى شأنه، هذا الطفل. عندنا بعض الروايات الإمام الحجة إذا خرج يستخرج الطفل الرضيع أيضا، يرفع بين يدي أصحابه، يقول: ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟ وهذا الرضيع يرفع في يوم القيامة: إلهي احكم بيني وبين من قتل هذا الرضيع. غريبة، يعني ما تبدأ بالمحسن، تبدأ بعبد الله الرضيع. شو تسوي بعد؟ ترفع كفين قطيعين لأبي الفضل العباس، كأنما تريد الجازي هذا البطل على مواقفه. يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هاتين الكفين. بعد شو تريد الزهراء؟ تطلب من المولى أن يصور لها الحسين على الهيئة التي قتل عليها. هنيئا شهداءنا، كل شهيد يبعث على الهيئة التي قتل عليها في يوم القيامة، يجي مدرج بدمه. هنيئا، طوبى للشهداء. تنظر إلى ولدها جثة بلا رأس، يتردد في عرصات القيامة، تنادي: وولدايا وحسينا، ويلي. وتبدي الشكاية والدمع بالخد مذروف، وبالحال ترفع طفل ابنها حسين ملفوف، وتصيح: شي يا ابني
يا ربي يوم لطفوف اش سوى الطفل من ذنب حتى يذبحونه، مهجة عزيزي يا حكيم بسهم مذبوح وقلب الرباب من المصيبة صار مجروح، ومن شافته مغمض يعالج طلعة الروح، وفتت قلوب الهاشميات بونينا وتجر ونا والخلايق كلهم وقوف بالحال تندب ترفع بيدها منديل ملفوف، رب انتقم لي من الذي يقطعها الجفوف، يت الندى والناس كلهم يسمعون مني يا بنت المصطفى طلبي الشفاعة، لاخذ بحقك من الطاغي ومن اتباعه ومن الذي للدايار جاكم بالجماعة، ومن الذي قاد الوصي وروع بنينا هاليوم يا زهر الوفاء واقبل الميعاد، لاخذ بحقك من بني مية وبني زياد، ومن الذي في كربلاء عفر لك أولاد، وهذا العزيز إن كان قصدك تنظرين وتنظر العرصة والدمع يجري من العين وتشوف ابنها حسين من حول النبيين بين الخلق واقف بلا راس وبلا يدين، وتصيح وش هالفعيل بابني فاعلينا، تقل انا الوالده يا حسين يا ابني يا ليت ذبحك ذبحني، اسعدني على ابني يلتحبني افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا الهي.